ننتقل إلى مقال جديد في حلقتنا، ومن ثم نعود إلى حوارنا معك ومع المشاهدين. المقال تحت عنوان لا تنخدعوا بأوهام صفقة القرن، بقلم دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية. هناك أربعة أوهام يحاول أصحاب ما يسمى بصفقة القرن ترويجها. الوهم الأول أنها قدر لا مناص منه ولا قدرة للشعب الفلسطيني على مواجهته، وأن الفلسطينيون سيجدون أنفسهم منفردين إن رفضوا هذه الصفقة. وهدف هذا الوهم إحباط الشعب الفلسطيني وقيادته ونشر اليأس في صفوفهم لشل قدرتهم على مواجهة ما يخطط له من تصفية لحقوقهم. الوهم الثاني الادعاء بأن صفقة القرن تمثل حلاً متوازناً، وذلك أفضح التضليل، فكل ما تسرب ونشر من فريق الصفقة يؤكد أمراً واحداً، وهو أنها مشروع لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني لصالح رؤية نتنياهو وحكومته الصهيونية المتطرفة. ويكفي أن نذكر هنا بعض عناصرها من تهويد وضم القدس وحرمان الفلسطينيين من حقهم فيها كعاصمة لدولتهم، والمحاولة السخيفة لاستبدالها ببلدات كأبو ديس أو العزرية إلى تصفية حقوق اللاجئين في العودة، بدءا بحل وتصفية وكالة الغوث الدولية، أو تحويل فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى مجرد سجن محاصر في غزة ومعازل وجوتات مجزأة إلى 224 جزيرة في 35% فقط من الضفة الغربية، بحيث تكون مجزأة بمئات الحواجز والمستوطنات والجدار، ومن ثم ضم المستوطنات وما لا يقل عن 62% من الضفة الغربية لإسرائيل. أما الوهم الرابع فهو الترويج للحل الاقتصادي كبديل للحل السياسي، وهو مبدأ جارد كوشنر في تكراره في مقابلته مع صحيفة القدس. يريد كوشنر أن يقدم الفلسطينيون مزيدا من التنازلات، ويريد كوشنر أن يتنازل الفلسطينيون عن القدس وعن حق اللاجئين في العودة وعن حقهم في دولة مستقلة وعن حقهم في تقرير المصير وعن أراضيهم التي سرقها المستوطنون والاستيطان مقابل وعود وهمية باستثمار لن تدفع الولايات المتحدة أو إسرائيل سنتا واحدا منها، مقابل تطبيع كامل بين هذه الدول وإسرائيل على حساب القضية الفلسطينية وتصفيتها. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، وأهلا بك دكتور مازن مجددا أيضا. المقال يتحدث عن أربعة أوهام تأتي من قبل صفقة القرن، وطالب بحسب عنوانه لا تنخدعوا بأوهام صفقة القرن. صفقة القرن هي منافية لجميع القرارات الدولية بخصوص حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. دعنا معك دكتور مازن لو توضح لنا ما هو الحل السياسي الذي تريده السلطة الفلسطينية لهذا الصراع، وما مدى توافقه مع المبادرة الصينية؟ يعني ما تحدث به الأخ دكتور مصطفى البرغوثي بما يخص صفقة القرن هو موقف فلسطيني قيادي وشعبي معلن. نحن نتحدث عن قلنا الشهر السابع لقطع العلاقات والاتصالات السياسية الكاملة بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأمريكية نتيجة هذا التعنت الأمريكي ونتيجة القرارات الأمريكية ونتيجة التصارع في فرض صفقة القرن. هذا الأمر المرفوض جملة وتفصيلا. نعم، نحن يجب أن نتحدث وبوضوح أن النظام السياسي الفلسطيني على الصعيد الدولي والإقليمي يعمل على إحياء وتفعيل البعد الدولي، وهذا موقف كرافعة أساسية ضمن استراتيجية وطنية شاملة للكفاح الوطني التحرري، ومما يعزز مقاربة تدوير الصراع في ظل أهمية إحداث تغيير تراكمي في ميزان القوى لمواجهة النظام والمشروع الصهيوني الاستعماري العنصري. وهنا تأتي أهمية الموافقة على المبادرة الصينية وإدخالها ضمن تراكمات العمل السياسي الفلسطيني. نعم، وبما أننا نتحدث عن العمل السياسي الفلسطيني وعن المبادرة الصينية، هنالك مبادرات أخرى. ماذا بشأن المبادرة العربية لهذا الموضوع، وماذا أيضا
حول المطالب الفلسطينية برعاية دولية لتحقيق عملية السلام. نعم، بالأهمية أن نذكر أن إعادة إحياء المبادرة الصينية جاء بعد إعلان السفير الصيني في دولة فلسطين أن على هامش المنتدى الوزاري للتعاون العربي الصيني سوف يكون هناك جملة من التوصيات تشمل إعادة إبراز بنود مبادرة الرئيس الصيني والتي وافق عليها الرئيس الفلسطيني العام الماضي، ووافقت عليها حاليا السلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن. بالتالي نحن انتظار الإعلان التنفيذي العربي الصيني أن المبادرة هي تتحدث بوضوح من خلال أبجديات المبادرة العربية التي أطلقت للسلام التي أطلقت في العام 2002 والتي أيضا استندت إلى تراكمات المبادرات الدولية وإلى البعد الدولي في قرارات الأمم المتحدة المختلفة، وشكلت أداة سليمة وأداة يمكن البناء عليها. وبالتالي عند الحديث عن المبادرة الفرنسية أو المبادرة الصينية الجديدة أو المبادرة العربية 2002 أو حتى مبادرة أو خطة الرئيس الفلسطيني للأمم المتحدة قبل عدة أسابيع والتي أعلن عنها بوضوح، نجد أن هناك الكثير من المبادرات وهناك الكثير مما يمكن عمله وتطبيقه، ولكن كما تفضلت أن هناك لا أدري عدم إمكانية أو عدم رغبة أو عدم مناسبة هذا الوقت لتجريم الاحتلال دوليا وإجباره على تطبيق كافة القرارات الدولية وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، وهذا هذا 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 حق ومنطلق دولي طبق على كثير من الدول التي كانت محتلة. نحن نتحدث عن آخر الاحتلالات في العالم، عن صراع امتد إلى أكثر من 100 عام، عن احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967 ومن ضمنها القدس. وبالتالي جملة هذه الأمور مرحب بها فلسطينيا في حال قيام أي دولة نعم وصلت الفكرة بخصوص هذا الموضوع. للأسف انتهى وقت حلقتنا، شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي دكتور مازن صافي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا لك. وشكر أيضا موصول إليكم مشاهدينا، نلقاكم غدا مع الزميل وائل عواد، إلى اللقاء.